للجميل. عايزين نشوف بقى، هنشوف مع حضرتك الصفات بتاعتها ونشوف واحنا بنتعامل هل بيبان كده من البداية ان ده هيبقى ناكر للجميل فانا اخد جنب معاه. مش معناها ان انا مش هساعده على فكرة ولا اقدم له يد العون ولا كده، ولكن ابقى واخد بالي ما اتعشمش قوي لان انا ايه هاخد حاجة تقيلة بعد كده. ولكن خليني اسألك الاول على ناكر الجميل لما بيحصل ده من واحد غريب اهو، نقول يعني صاحب جار بتاع ماشي توجع بس اهو غريب طلع نزل غريب، لكن لما بتحصل من القريب بتوجع قوي لما تلاقي حد عزيز عليك سواء اخ ولا عم زوج ولا ولا زوج زوجة. ولا زوجة ولا حاجة من الحاجات دي، نكرت كل حاجة وهم الرجالة على طول يمسكوا لنا الكلمة دي، انتوا بتكفروا العشير وبتنكروا الجميل اول وبتعملوا كل اول حاجة على طول. فقول لنا بقى استاذ سعد، ليه بتوجع قوي كده نكر الجميل بالذات من المقربين؟ هو عموما انكار الجميل دوت ممكن يحصل بين الافراد وبعضها، وبين الاسر وبعضها، وبين اقول ايه وبين الدول وبعضها، وبين المؤسسات وبين بعضها، وبين الدول والافراد احيانا. يعني لا ممكن نضرب امثله لكل الكلام ده، ولكن اظن الكلام واضح للمشاهد. ف الانسان لما يبقى قريب منه انسان قوي يعني متعشم فيه زيادة عن اللازم، فلما يبقى رد الفعل عكسي أو غير متوقع يبقى أنا فعلا بتألم. يعني مثلا واحد أخويا ده يعني خلاص بقى المفترض أن احنا حاجة واحدة يعني. وحتى لما أنا بعمل له جميل أو بعمل له معروف مش منتظر أن هو يرده خالص خالص، ولكن لما بقى أنا في موقف شدة أو في موقف أزمة أو في موقف يستدعي أن هو يمد يد العون ليا ولاقي رد فعل عكسي، الله طب ما ده حاجة مؤلمة جدا. ما انت خليت إيه للغريب يعني؟ أيوة خليت إيه للغريب؟ الكلمة إيه للغريب؟ دي دايما تتقال. أيوة لما يبقى زوج وزوجته يعني مخليه له يعني أيدى صوابعها العشرة شمع ومش مخليه على جهدها جهد، وبيبقى شاء الله بتعمل كل اللي واجب عليها، وهو مع اول لقطه ينسى كل ده. أيوة ما بتعمليش يفتكر لها كل حاجه وحشه، اذى في اذى نفسي فعلا، اذى شديد، اذى يعني حاله صعبه. يعني الواحد بيبقى عنده صدمه وبيفقد الشخص ثقته في الناس اللي حواليه طبعا، ان هو مهما عمل مش مقدر. واحده مثلا عايشه في بيت زوجها مع اهله يعني، وحماتها موجوده، وهي ما شاء الله مع حماتها ما شاء الله حاجة جميلة جدا، تحبها وتعطف عليها وتتكلم معاها كويس وتساعدها وتقف جنبها. مع أول خطأ حماتها دي ولا تعرف فلانة ده هي من ولا شافت منها عليك. خير إيه ده؟ هو ده ينفع؟ واحد مثلا زميلي في الشغل أو مديري في العمل وما شاء الله عمل يعني يساعدني ويرتقي بي مثلا مهنيا شويه بشويه شويه بشويه. انا كنت لمؤاخذه لسه ابن امبارح داخل الشغل وما عنديش اي خبرات، هو دلوقتي ما شاء الله بقيت يعني اسم وصيت وسمعه وحاجه كويسه جدا جدا بسبب الراجل ده. انا اما شد حيلي اقعد بقى ادور له على عيوبه وانتقده واعمل له مشاكل بيأذي اللي كان هو سبب. هو الشاعر قال كده يعني، علمته الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. كما علمته نظم القوافي لما نظم قافية هجان. وكما علمته نظم القوافي فلما انتظم القافية هجان. هو ده مش كده، ده قلة أصل، دي خسة، حد يبقى مستغرب ايه ندالة اقول ايه فعلا يعني. ازاي بيعملوا كده؟ يجي لهم يعني قلب انه يبقى في انا واقف كتفي في كتفك في كل ازمة بتنده عليا، في كل مشكلة بتلاقيني في ظهرك، وفي الاخر تقول ايه يعني؟ ما كان لازم يعمل كده، ما اي حد مكانه كان هيعمل كده. هو يا فندم هو زي ما قال الشاعر كده، المعروف مع الكريم يقابل بكرم، والمعروف مع اللئيم يقابل بلؤم. أنت إذا أكرمت الكريمة ملكته، أما إذا أكرمت اللئيمة تمرده. على طول بيتمرد وعلى طول بيحاول إن هو يبان لا إن أنت ما عملتليش حاجة. لا وفي بعضهم يقلب الترابيزة عليك، بتوصل لكراهية. يعني مثلا واحد أسدى له معروف، والراجل ده قاعد في وسط مجموعة، فهو أول ما في وسط المجموعة هو نجم،
اول ما التاني ده يدخل اللي هو اسد لول معروف ده بقى بيحس ان نقبه اتقفل مع ان العكس كانه هيذلني مثلا هيذلني فيقوم ايه عليا يكره هذا الشخص مع مرور الوقت مع مرور الوقت بهذا السلوك وبهذه النفسيه يكره الشخص ده وبالتالي يتعامل معاه بعنف يتعامل معاه باذى يتعامل معاه بشيء من عدم الراحه والسلوك الجيد ولذلك احنا لا احنا بنقول لك يا صاحب هذه النفس الخبيثه او يعني هذا اللؤم اللي بيسموه هنا بالتركي اسمه ايه تعرفوا النكر الجميل اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ننكور ننكور شبهنا شويه ننكور اسمه ننكور يا عم ننكور انت لا يعني ما يصحش كده ما يصحش كده وتعامل مع الناس بما يرضي الله وتعامل بالاخلاق وتعامل لله خلينا نستكمل مع حضرتك لا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله استشهد لان هو في